أخبار اليوم. حضرتك ممكن تكلمنا عن شايف مستقبل المؤتمر ازاي هيكون في الفترة اللي جاية، وأهم المشروعات اللي حضرتك متقدم فيها خلال فعلا؟ يعني احنا بنقول أهم حاجة بنقدم رسالة للعالم كله ان مصر اتغيرت. مصر ازاي نقول مصر جاذبه للاستثمار، هو ده اهم رساله بنقدمها للمؤتمر. مصر اللي تقدر تنظم مؤتمر زي كبير زي ده، ممكن كمان بتمنى ان هو يتعمل كل سنه. مصر اللي بتقول ان ايه اللي هي الاجراءات اللي حصلت في مصر كلها في الايام اللي فاتت عشان نجذب الاستثمار، منها قانون الاستثمار، منها ازاي نحل مشاكل المستثمرين، ازاي نجذب الاستثمار اللي بره، ازاي نقدر نقول للعالم كله ان مصر فعلا اتغيرت في فترة وجيزة جدا بعد الانتخابات الرئاسية. القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس، على رأسها السيد الرئيس، هتطمن الناس. الناس محتاجة تطمن جدا، محتاجة نعمل او عمل نظهر مجموعة الحاجات اللي اتعملت الفترة اللي فاتت عشان نقول مصر هي جذابة للاستثمار. دي اهم رسالة. نوقع بقى ب10 مليار ب20 مليار ب30 مليار، انا عن رأيي الشخصي ان مش ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ان العالم كله يوصل له ان مصر جديدة اقتصاديا وتنظيميا واستثماريا، بقت هي كل الناس نفسها تستثمر في مصر بس خايفة، فاحنا بنطمنهم، ودي اهم رسالة ممكن نوصلها لهم. شكرا.